ثالث أفضل توقيت والذي تسجل في هذا المساء، 6 دقائق ثانية واحدة وستة أجزاء من الثانية، مع الظبي مع خالد بن حميد المهيري الذي تقدم مع الظبي في هذا المسار. ولكن نعود مع مجريات هذا الأمور، والمركز الأول هناك مع انطلاقة سراب أحمد بن راشد المحرمي الذي بدأ ينطلق بالمركز الأول ويقدم لنا هذه العروض المميزة. ولكن التغيير الذي طرى وجرى من موادع وعبد الواحد بالخزع بالعثة العامري هالي القطاع الجنوبي الذي ينطلقون في هذا المسار ويتقدمون، ولكن التقدم ياتي هناك مع انفجر الذي يبغي يفجرها وينطلق مع سهيل بن حمد بن وقاش العامري. بدا هذا التحرك وبدا هذا الانطلاق، وصاحب الرقم 11 والرقم المميز سالم بن متعب بن سهيل العامري ينطلق مع شاهين، وينطلق ايضا هناك شاهين محمد بن سعيد بن مصبح النعيمي وقامي سنياتي، هناك مصيح وخالد بن غانم بن علي الظاهري، وصل بن حموده في هذه اللحظات بالشعار الاقتصادي ليتقدم في هذا التحدي المميز. ولكن وين ينفجر انطلق بالمركز الاول، انطلق على بساط المركز الاول، تقدم هذه الاسماء وسهيل بن حمد بن وقاش العامري، بن وقاش راح منحاش بالمركز الاول يتقدم بصدارة هذا الشوط، ولكن شاهين سالم بن متعب بن سهيل بن حمد العامري اتى وانطلق بالمركز الثاني وتقدم الشعار الاقتصادي. ولكن انفجر انطلق بالمركز الاول، انطلق بالصدارة، قادر سهيل ساطعا كنجم السهيل، انطلق سهيل بن حمد بن وقاش العامري الى المركز الاول والى خط النهاية ليعانق المركز الاول بكل لهطة واشتياق بكل حب وولاء لهذا المركز المرموق. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل هناك مع انطلاقة مهيض، هناك مشوح بن عساف الذي بن رحيل الذي وصل بالمركز الثاني، والمركز الثالث من وصل بانطلاقة شاهين سالم بن متعب بن سهيل العامري، والمركز الرابع فتحرك فيه هناك وانطلق شاهين محمد بن سعيد بن مصبح النعيمي، والمركز الخامس فتحرك فيه بانطلاقة هملول علي بن حمد بن غفان الجابري. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شاهدنا التحدي وشاهدنا الانطلاق، وانفجر من انطلق بالمركز الاول وقدم لنا هذا الاداء الجميل. هناك من وصل بالمركز الاول، هناك 5 دقائق 59 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل هنا تسجل مع انفجر الذي راح بالتوقيت وراح بالسيارة في هذا المساء، 5 دقائق 59 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، ها هو التوقيت الأفضل، تسجل مع الشوط 18 في هذا المساء. بينما المركز الثاني من تقدم على ثاني المراكز بانطلاقة وتحديات مهيض مشوح بن عساف الجعفري الذي وصل بالمركز الثاني 6 دقائق و9 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث مع شاهين الذي انطلق مع سالم بن متعب بن سهيل العامري ليسجل توقيتا مقدارا هنا كما تشاهدون على قناة ياس الفضائية، 6 دقائق 2 ثانية وجزئين من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم أحييكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة والشوط 19، الشوط ما قبل الختام، هكذا تنطلق هذه الأسماء الصغيرة الكبيرة بفعلها في هذا العمر المبكر، مباشرة إلى تعداد الأسماء، الذاير معتوق بن راشد بن طباز بن الدودة العامري في مقدمة هذا الشوط، بينما
دور المركز الثاني رقاصة للسيد راشد بن علي بن خليفة الرميثي على المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. المركز الثالث هنالك منصورة علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي على المركز الثالث، وبدوري انتقل الى المركز الآن الرابع، وبحور عاتية مع محمد بن مجيد.